المبادرات، حتى لو كان هناك مبادرة من القوات المسلحة، حتى لو كان مبادرة من المؤسسة الرئاسية للدكتور دراج وما معرفش واخدين دكتوراه ولا لا، الوصول إلى حل سياسي. ما أعتقدش أنه أي حل سياسي هيكون في هذه الفترة هيكون مكسب. يعني معنى هذا أننا نتجه إلى صدام؟ نحن لا نتجه إلى صدام، نحن نتجه إلى صدام، وهم هم يعني جماعة الإخوان، يعني جماعة الإخوان برفضها التحاور. هم بالفعل بدأوا الصدام، هم بالفعل بدأوا الصدام، وتعكس هذا الصدام في الشارع المصري، وتعكس من أيام ربعة وأيام نهضة مصر. هم بدأوا الصدام في الشارع المصري. هم يعني هقول لحضرتك على حاجة، من المسؤول عن القنابل الموجودة والتي يضبطها الجيش والشرطة كل يوم؟ هل أشخاص مصريون عاديون هم الذين يريدون أن يفخخوا متر الأنفاق؟ لا أعتقد ذلك. اللي له مصلحة في ذلك هم أنصار محمد مرسي، فبالتالي هم لجأوا إلى العنف، هم بدأوا الصدام مع قطاع كبير من الشعب المصري، بدأوا الصدام مع مؤسسة مثل القوات المسلحة ومؤسسة مثل وزارة الداخلية، فبالتالي ما نقدرش نتكلم في مفاوضات سياسية مع أحد يديه ملوثة بالدماء المصرية، حتى مع الجيش المصري. هنا المشكلة، هنا المشكلة. حتى لو كان في مبادرة وهم قبلوا نفسيا، هم محدش هيبقى ان هو يتفاوض معه. فبالتالي يجب على جماعة الاخوة المسلمين او تحالف دعم الشرعية ان يهدي المروة وبعض الشيء، ننتقل من هذه المرحلة، وبعد ذلك نتفاوض على طاولة، نتفاوض في وزارة، نتفاوض في برلمان، نتفاوض في مجلس الشعب، تفاوض على طاولة، ولكن لا نتفاوض في الشارع المصري. نعم. يعني على ذكر التوتر ننتقل الى مشهد اخر معنا، هو مشهد سيناء. مشهد سيناء حتى الان العمليات العسكريه مستمره منذ يعني شهور، وهناك نجاحات حققتها حتى الان، والمتحدث العسكري يعلنها باستمرار. نذهب ونشاهد هذه اللقطات المصوره ونعود لاستكمال النقاش. سيناء وعمليات الجيش، هل ترى ان الجيش يسير حتى الان بخطوات ناجحه وناجزه للقضاء على الجماعات المسلحه في سيناء؟ اعتقد المشهد اللي شفناه، مشهد التفجير ده، بيؤكد انه القوات المسلحه الجيش المصري في حاله حرب مع الارهابيين. هو هذا المشهد هو تفجير احد المنازل بعد العثور او الاشتباه في وجود انفاق لتهريب البضائع من خلال هذا المنزل. الأنفاق كثيرة جدا، وكان هناك أنفاق تخصص لتهريب السلاح، وأنفاق تخصص لتهريب البشر، وأنفاق تخصص لتهريب الأدوية والبضائع، يعني كثير من الأنفاق. أعتقد أن الجيش وضع وحكم سيطرته على أكثر من 90% من هذه الأنفاق التي كانت تستخدم في منذ فترة لصالح الشعب في غزة، الشعب الفلسطيني في غزة، أو لصالح حركة حماس، ما عرفش كانوا بيوصلوا بالظبط لفين، ودلوقتي تستخدم ضد الجيش المصري. فبالتالي وجب أول شيء، لازم هقول برضو حضرتك على حاجة، لأنه شبه جزيرة سيناء كثير مننا يعني كان يتصور أنه سيناء هي شرم الشيخ، وحتى الغردقة كثير كانوا يتحدثون عن الغردقة هي في سيناء وهي في محافظة البحر الأحمر. لا، هي سيناء بالنسبة للعريش والشيخ زويد ورفح هي وعرة. يعني أنا مش محلل عسكري أكثر، ولكن أنا ذهبت إلى هناك وشفت الجبال، فكان تضاريس جغرافية صعبة جدا 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 لتعامل الجيش معها، حتى أن كانت التصريحات بأن هذه العمليات التي يقوم بها الجيش هي من أكبر العمليات العسكرية التي قام بها منذ حرب 73. فبالتالي هو يواجه حرب حقيقية، أعتقد أنه يحقق النصر، ولكن لا يعلن عن الكثير منها نظرا لبعض المعلومات يمكن تكون سرية بالنسبة للقوات المسلحة.
ممكن ان هو ما يحبش ان هو يعلن عنها لحين ان تنتهي هذه العملية، لان كل عملية بيبقى ليها يعني متحدد لها مواعيد ومتحدد لها مسافات ومساحات معينة، حينما ينتهي منها او ينتهي من هذه البقعة يعني ينتقل الى، يعني حتى هذه اللحظة لما تحدث عن مثلا وجود قوات برية في جبال الحلال، لانه يؤمن ظهره كقوات مسلحة في المناطق التي بها سكان مدنيين، لانه مع الاسف الشديد الارهابيين بدأوا ان يتجهوا الى المدن التي فيها مدنيين، فبالتالي هذه نقطة في الأهمية ان الجماعات المسلحة تتجه الى تنقل المعركة من الصحراء الى داخل المدن. هم يريدون انه الجيش يخطأ وان يقصف بعض المدن او يقصف بعض البيوت، فيظهر امام المجتمع الدولي بان الجيش المصري يقتل المدنيين، وهذا شيء خطير للغاية، وهم كانوا في غاية الذكاء حينما ذهبوا الى هناك. لكن اعتقد انه المدنيين اللي موجودين في سيناء تعاون كبير جدا مع الجيش في انه هم يمدوهم بالمعلومات حول اماكن اختباء هؤلاء الارهابيين. نعم، ننتقل الى ملف اخر هو الاخير معنا، هو ازمة القضاء التأديبي. الى اين سيؤول مجلس الدولة ام الى النيابة الادارية؟ نشاهد الفيديو ثم ننتقل للحديث مرة اخرى. ان يكون سيادتي عفو اللسان حلو المنطق يبتعد عن الزلات والسقطات التي لا تليق به حال دوري فاضيا، ولكن هذا شأن خاص به، ومن جانبنا لن نبادله شيء من ذلك لان ذلك اسلوب الضعفاء. نادي مجلس الدولة السيد الدكتور جابر جابر الصار أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة القاهرة، وأكد أنه يتحدث بصفته عضوا بلجنة الـ50، وقرر أن هذه اللجنة ذاتها لا تستطيع أن تقترب من اختصاص مجلس الدولة إطلاقا. والسيد الدكتور فضلا عن كونه عضوا بلجنة الـ50 ومقررا لها وعضوا فاعلا بلجنة السيارة، فهو في ذات الوقت المحامي الخاص. يعني هذا هو جزء من المؤتمر الصحفي لنادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية بشأن القضاء التأديبي. يعني حتى الآن لمن لا يعرف، القضاء التأديبي هل يتبع مجلس الدولة أم النيابة الإدارية؟ لا، النيابة الإدارية. النيابة الإدارية. طب لجنة نظام الحكم في لجنة الـ50 أوصت ببقائه في يعني من ضمن اختصاصات النيابة الإدارية، لكن مجلس الدولة يريد أن يأخذه إلى اختصاصاته. يعني شوف، أنا مش ضليع قوي في القانون وفي هذه الأزمة تحديدا، لكن أعتقد أنه إن بالنسبة للجنة الـ50 وما ينص عليه الدستور، ففي فقهاء في الدستور هم يستطيعون التحدث في هذا الموضوع تحديدا، وأعتقد أنه في ممثلين عن القضاء في لجنة الـ50. هي الأزمة كلها بتبقى في القانون تحديدا، حينما تكتب دستور ان هو دستور بيكمل معاك بعد كده لسنوات كثيرة. اعتقد انها ستقول للنيابة الإدارية وفقا لقراءتي للأخبار ووفقا لما سمعته من بعض الشخصيات قبل ان اجي الى هنا، اعتقد انها ستقول الى النيابة. طب اذا تجاوزنا لأين سيسير ونركز في الحديث عن دور الهيئات القضائية لدعم استقرار البلاد. يعني كان هناك لقاء الرئيس عدلي منصور مع رؤساء الهيئات القضائية، وخرجت تصريحات مبشرة عن توافق تام وعن تناغم تام بين الهيئات القضائية المختلفة، لكن وجدنا هذا الاختلاف. شوف، احنا ما نقدرش ننسى انه الرئيس عدلي منصور هو رئيس المحكمة الدستورية كان، وبالتالي هو رجل قضاء من الدرجة الأولى وهو وصل إلى أعلى مرتبة في القضاء المصري. هذا التوافق ما حدث به الأمس يبشر بمستقبل للقضاء هنا، في ظل كان دعوات كثيرة من جماعة الإخوان المسلمين بتطهير القضاء مع الأسف الشديد. أعتقد أنه ما حدث هو فقط للاتفاق على ما سوف ينص عليه الدستور القادم، لكن في نقاط او في اختلاف، في فصلة ممكن تفرق في الدستور، في نقطة ممكن تفصل في الجملة بين الجملة وما يتبعها،
في الدستور. لذلك كان الخلاف هم قضاء ونيابة يتحدثون بلغة القانون، المواطن لا يتحدث بلغة القانون، حينما يرى ذلك على شاشات التلفزيون يشعر كأنه هناك خلاف كبير جدا بين القضاء وبين بعضهم البعض. لكن أعتقد أن بالرجوع لاجتماع الرئيس عدلي منصور بالأمس أعتقد أن لا يوجد خلاف كبير بين القضاء وبين بعضهم البعض. نتمنى جماعة أن يزول أي خلاف أن كان هناك خلاف. بالضبط. في النهاية نتوجه بالشكر للأستاذ باسل يوسف الكاتب الصحفي في الأهرام، شكرا جزيلا لك. شكرا فندم. وشكرا أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، هذا حلقة جديدة من حديث الصورة، إلى اللقاء.